السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم ريت شادر، رجعت لكم بفيديو جديد عن جينشن امباكت. فيديو اليوم يا شباب زي ما شفتوا عندنا حدث الذكرى السنوية تبع اللعبة. طبعا للآن ما شفت أي شيء من الحدث، دخلت كذا على طول. طبعا يا شباب لو كنت تبغى تدخل لهذا الحدث وانت على البلاي ستيشن تحتاج انك تسوي كذا زي الباركود، ولو كنت على البي سي فتدخل على طول من اللعبة. فلا تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا خلونا نشوف الحدث السنوي حق اللعبة. فخلونا وشي كذا نشغل الموسيقى ونبدأ. اوكي، زي ما تشوفون يا شباب هنا يقول لي اتوقع تاريخ دخولي للعبة. طبعا زي ما تشوفون 28/20/20 باول يوم نزلت فيه اللعبة انا كنت محملها. زي ما تشوفون هنا عندنا تحت على اليمين تاريخ اني لعب اللعبة 362 يوم، يعني تقريبا سنة. اوكي يا شباب شكل بيكون كذا الوضع استرجاع ذكريات وشوفونا انجازاتنا. اوكي مكتوب هنا بيوم 28 مدري ايش، دخلنا مونستات. اوكي اوه نايس، يمدينا نضغط كذا علشان اضرب. والله نايس تحريك. وباب يقول اني قاتل 18900 هيلشر تقريبا 19000، وقتلت 10000 سلايم. ولي دعسهم دعس. اوكي خلونا نشوف الشيء اللي بعده. صراحة توقعت الحدث اكبر من كذا. اوكي اما دقيقة، لا تقول انه يحسب الحمامات حق تيم اللي قتلتها. اوكي يقول كي 3 مدري ايش. المهم يا شباب هذه الكتابات كلها انجازات لك في اللعبة. شكل الوضع يا شباب انه يبدأ تدريجيا كذا من يوم بدايتنا ودخولنا على مونتسات. اوكي يقول اني فتحت 363 صندوق في مونتسات. تخيلوا يعني كل صندوق يعطيك 10 او 5 بريمو جيم، كم بيطلع الاجمالي؟ تقريبا فوق ال 3000 بريمو جيم. يا سلام يا شباب شوفوا الشخصيات كيف هناك. ديانا قاعد تسوي الكاي والدي لك عصير تفاح. اوكي نايس، وهنا في كلام فوق يطلع على اليسار، وهنا عندنا امبر وليسا ومونا هناك. مونا لسه مطفره برضو. اوكي هذه انجازات زياده. يقول اني لفلت اللي هنا ليفل 6، اتوقع اللي يقصدون الاستشف ذا 7 او التمثال. وهنا مكتوب عندنا اوكي نايس، في هنا كيلي وسكروس. اوكي بس اما بس كذا بيكون الحدث انه بس كذا استرجاع ذكريات. طبعا الكتابات اللي جالسة تطلع 20000 سطر وتروح بثلاث ثواني فما لحق اقراها. اوكي يا شباب شوفوا هذاك فينتي، هذا الحدث حق الويند بلوم. اتوقع هذه انجازاتي في الحدث او تاريخ بدء الحدث في 26/10. اوكي هنا عندنا نويل وجين، والله يعجبني انهم حاطين كذا الشخصيات على جنب وانت تتمشى من نصهم. فكرة الحدث حلو، بس وين البريمو جيمز؟ نبغى فلوس، نبغى شيء نستفاد منه. لما جلسنا سنة جالسين سنة مع اللعبة واخرتها بس يطلعونا كذا انيميشن كرتون. اوكي ما عليه شباب خلونا نشوف ايش اخرتها مع اللعبة. اوكي دي اوكي، شوفوا يا شباب يقول لي لأي منطقة تبغى تتوجه، هل تبغى تروح الليوي ولا الجزر التفاحة الذهبية اللي رحنا لها مع كيلي وجين وبربرا، ولا عند الدراغون سبان ومنطقة الثلجية؟ طبعا راح اختار ليوي. يا سلام عندنا هنا تشاد على جنب يصيد سمك. اوكي شوفوا يا شباب يقول اني صرفت 81 مليون مورا. ول اما من جد كذا هذه الكمية اللي صرفتها من المورا؟ فوالله كمية مرة كبيرة. اوكي انا يبغانا نتوجه لجهة الساوث او الويست، ف خلونا نختار الساوث نشوف وين نروح. اوكي وات، جالسين نطيح من فوق، انا بايمون شايلتنا. اوه ديم شاو، هذا حدث حق شاو لانتر اللي جاء في ليوي. اوكي هنا يقول لي اني استخدمت 35 شاو لانتر وصنعت 132. اوكي صح لسه عندي في بعضها بالشنطة ما استخدمتها. اوكي يا سلام زونجلي هنا واقف، وهناك شنيان منطربة جالسة تعزف جيتار. اوكي هذه الانجازات حقت حدث شاو. عندنا هنا كيتشين جوغاني، والله عاجبني فكرة انه يحط الشخصيات كذا على الجنب وتكون تتفاعل مو بس كذا واقفة وتناظر لك. بالله يا شباب كيف المفروض مني اقرا كل هذه الاشياء؟ اوكي خلونا نقرا بس هذه اللي على اليمين، فتحت 673 صندوق في ليوي. اما من جد فيها 673 صندوق؟ ول والله رقم مره كبير. الصندوق الواحد لو يعطيك شوي على كذا بتصير خلاص عندك فوق الالاف بريمو جيمز.
اوكي هنا عندنا شانلينج وجوبا وشونجيون شينشو. اوكي ايش هذا تاريخ؟ اتوقع هذا التاريخ حقت مهمة اجدها اللي هو في شهر 11، انا ما اتذكر انه نزل في هذا الوقت. اوكي يا سلام يانفيا، اوكي اعطتنا السر انتيبوت او البيت حق الابريق. اوكي يقول اضغط عليه، نايس دخلنا سر انتيبوت. اتوقع انه الحين بيطلع لنا انجازاتنا هنا. اوكي انا ليفل 9 وصنعت تقريبا 385 من الاشياء، فكلها كلام فاضي. وين البريمو جيمز؟ يلا اعطونا بريمو جيمز. اوكي شوفوا يا شباب تاريخ دخولي لإينازوما في تاريخ 22/7. اوكي وهذا اتوقع التوتال حق الالغاز اللي حليتها. ياب فينا صندوق خلونا نفتحه. هذا التوتال حق الالغاز اللي فتحته في إينازوما 261، ولقيت هذا اللي يختفي تقريبا 19 مرة. اوكي هذا الحدث يا شباب ينفع تروح توديه مع اخوياك عشان تهايط عليهم علشان توريهم الانجازات اللي سويتها. اوكي هذه مهمة يويمي صراحة كانت من افضل المهمات اللي لعبتها، خصوصا لما طلعت الالعاب النارية. اوه يا سلام كوكومي. اوكي يو كولكت ان بوكس، اوه جمعت 85 كتاب. اوكي هنا عندنا اياكا في شهر ثلاث في شهر 7 يوم 23، دخلنا توقع على مهمة اياكا. اوكي يا سلام 22 مع توما. اوكي ايش مكتوب هنا؟ سنعزو بالله، كيف يبغون اقرا هذه الاشياء كلها بثواني؟ اوه دام الشوغن، هذا الكوست حق الشوغن. اوكي انا جمعت الكترو ماكولوس حق تطوير الابراج 95 منها. او دقيقة يعني في باقي كثير ما جمعته، لسه ما طورت البرج. اوكي هذا دقيقة ياي فين؟ وين ياي ميكو؟ المفروض يطلعونها هنا، هي من الشخصيات الرئيسة في نزوما. اوكي هذه برضو انجازات، ايش 350 يوم. اوكي هذا الابيس اول مرة دخلت فيها الابيس في دقيقة، وات ايش التواريخ هذه؟ اوكي شوف هنا يقول لي الاحصائيات حقت فينتي بالابيس. اوكي وبينت هو اكثر بطل استخدمته، حطيته بالتيمات والدومينات. يب فعلا بينت محاطه في كل تيم. اوه صندوق 5 نجوم. دقيقة يا شباب تخيلوا لو يعطونا كذا رقم بريم جمد كبير، او ما اعرف يمكن يطلع لي لغز ثاني ولا تطلع ياي ميكو من هنا. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ الله العظيم وات وات 40 من جدكم؟ بالله هذه جواز الاحتفاليات السنوية. اما بس كذا خلص الحدث من جدكم يعني 40 بريمو جيم؟ اوكي دقيقة مكتوب هنا اذا تسوي شير او مشاركة للحدث راح تحصل 20 بريمو جيم، من اللي عرفته انه الحد الاقصى اللي راح تاخذه من هذا الحدث 100 بريمو جيم. واو واو شكرا ميهويو صراحة، شكرا على الجائزة، وانا كنت حاط ارقام 2000 ولا 1000 بريمو جيم طلع في الاخير 100. ايش هذا يا ميهويو؟ والله ما الوم كل اللاعبين انهم يشتكون من الشركة مسوين عليها حملات. المهم يا شباب بس كذا نكون وصلنا نهاية المقطع، لو تبغون تكملون معاكم بالحدث زي ما تشوفون في لسه انجازات وتروفيات كثيرة ماني جايبها، هذه تشوفونها كذا على اليسار مقفلة. المهم يا شباب راح احط لكم ان شاء الله رابط الحدث باول تعليق او في الوصف. فبس يا شباب كذا نكون وصلنا نهاية المقطع، صراحة خاب املي فوق ما هو كان مخيب اصلا من الشركة. What is this 40 بريمو جيم؟ انا كنت حاط امال كثيره، ف ان شاء الله يعوضونها بالايام الجايه لانه اللاعبين راح يدعسونهم داس. فبس كذا نكون وصلنا نهايه المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نشوفكم على خير بالفيديوهات القادمه. Peace out.